ملخص رواية البحث عن الزمن المفقود. تتناول رواية البحث عن الزمن المفقود سيرة ذاتية من تأليف الكاتب مارسيل بروست، وقد قسمها إلى 7 أجزاء، وفيما يلي تلخيص هذه الرواية حسب كل جزء فيها. الجزء الأول، جانب مانزل سوان. يبدأ الكاتب مارسيل بروست في الجزء الأول بالإشارة إلى مرحلة الطفولة للراوي في هذه الرواية، وقد تختلط في بعض الأحيان السيرة الذاتية للراوي مع السيرة الذاتية للكاتب نفسه، إلا أن بعض النقاد أشار إلى أنها رواية خيالية. ويشير اسم سوان إلى شخص يهودي كان معروفا في فرنسا في بدايات القرن العشرين. في هذا الجزء يفصل الكاتب في موضوع الزمن بأسلوبه الفذ، كما يصف الطبيعة في الريف والمدينة والحياة بينهما، ويتلاعب بالزمن كما يتناول الحياة البرجواسية في المجتمع الفرنسي في ذلك الوقت. وبطل الرواية هو شخص ذكي جدا، ولكنه أيضا حساس جدا، ويسعى منذ طفولته باحثا عن السعادة المطلقة من خلال كل شيء من حوله، سواء في العائلة أو في الحب أو في العالم من حوله، فلا يجدها أبدا، فيضطر للبحث خارج الزمن. الجزء الثاني، في ظلال ربيع الفتيات. أحب الراوي في الجزء الأول من الرواية فتاة واحدة تدعى غالبرت، والتي ظهر حبه لها بشدة، ولكنه في هذا الجزء ينتقل إلى حالة نادرة بين البشر، وهي الحب الجماعي. فقد سيطرت عليه حالة أحب فيها الفتيات اليانعات الشابات جميعهم، وهن اللواتي ظهرن كما أشار إليهن على بلاش بالبيك مثل سرب سنونو، وقد خص منهن أحيانا ألبرت بالحب، ولكن هذه الحالة كانت مسيطرة عليه. الجزء الثالث، جانب منزل غرامنت. يتحدث الراوي في هذا الجزء عن الحرب والخدمة العسكرية التي قضاها في شبابه، وقد أشار إلى تفاصيل هذه المرحلة بدقة شديدة مثل بقية المراحل، وبتفاصيل مملة في كثير من الأحيان. وقد كان من المقرر أن تنشر هذه الرواية في عام 1921 ميلادي. الجزء الرابع، سدوم وعموة. يعتبر هذا الجزء من الأجزاء التي كانت مثيرة للجدل في العالم العربي، وقد منعت من الترجمة سابقا. استطرق فيها الكاتب إلى مواضيع حساسة وتحدث عنها بكل وضوح وشفافية. الجزء الخامس، السجينة. في هذا الجزء من الرواية تظهر شخصية الفتاة ألبرتين بكل وضوح كشخصية رئيسية وأساسية في الرواية، وهي الفتاة التي أحبها الراوي كثيرا من قبل رغم حبه لكثير من الفتيات الشابات، كما يتحدث عن انهيار أعمدة الطبقة الأرستقراطية في فرنسا. ويشير في مجمل هذا الجزء عن الآثار التي تربت على ظهور الطبقات البرجوازية في البلاد وصعودها بشكل سريع مع وصولها إلى الحكم في فرنسا، ومدى تأثير ذلك على الأوضاع المحلية والشعب ومستقبل البلاد، حيث أن الراوي لم يكن متفائلا بصعود تلك الطبقة إلى الحكم. الجزء السادس، ألبرتين تختفي. يسمى هذا الجزء أيضا باسم الهاربة أو ألبرتين في أرض الشتات أو الشاردة، وقد نشر هذا الجزء في عام 1925 ميلادي. وقد تحدث هذا الجزء عن اليهود بشكل مفصل، ولذلك كان قد منع هذا الجزء من الترجمة إلى العربية لسنوات طويلة. الجزء السابع، الزمن المستعاد. نشر هذا الجزء الأخير من الرواية في عام 1927 ميلادي، رغم أن مارسيل توفى قبل أن يكمله، ولكنه ترك بعض الأوراق والمسودات عنه، وقد تولى شقيقه جمعها وتنسيقها وطبعها فيما بعد.
وتحدث الراوي في هذا الجزء عن الأحداث التي جرت في فرنسا عموما وفي باريس خصوصا خلال الحرب العالمية الأولى. نبذة عن رواية البحث عن الزمن المفقود. تعد هذه الرواية من أشهر الروايات التي كتبت في السيرة الذاتية، وهي من تأليف الكاتب الفرنسي مارسيل بروست، نشرت بين عام 1913 ميلاديا وعام 1927 ميلاديا، وتتألف الرواية من 7 أجزاء، وتتوزع أحداثها على 4300 صفحة. وبسبب هذه الرواية وصف بعض النقاد مارسيل بروست بأنه من أعظم المؤلفين في القرن العشرين. وقد تناول فيها الكاتب سيرة ذاتية للسارد، وقد تتداخل شخصية السارد مع شخصية بروست نفسه، غير أن العمل حسب كثيرين هو عمل خيالي. وقد حصل الجزء الأول من الرواية على جائزة غونكور، وبذلك يكون أول كتاب سيرة ذاتية يحصل على جائزة أدبية على الإطلاق، وقد بلغ عدد الشخصيات في الرواية نحو 2000 شخصية.